السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تعرف سعر الذهب في اتجاه الصعود ولا في التصحيح ولا في الهبوط عشان تعرف تتعامل معاه سواء كان بالبيع أو الشراء، تابع معايا الفيديوهات بتاع الذهب. هنجيب متوسط سعر الذهب في آخر 5 أيام، من خلالها هنعرف الاتجاه في اتجاه الصعود ولا التصحيح ولا الهبوط عشان تعرف تتعامل مع الذهب كويس. لو جينا ليوم 21 أكتوبر، سعر الذهب العيار 21 كان 3715 جنيه، بعد كده يوم 22 وصل ل 3737 جنيه في اتجاه الصعود، بعد كده يوم 23 عمل تصحيح بسيط قل 12 جنيه عن اليوم اللي قبله، وصل ل 3725 جنيه. يوم 24 زاد تاني ووصل ل 3735 جنيه، ويوم 25 وصل ل 3740 جنيه. لو جينا نبص للاسهم على الشمال، الاخضر معناه صعود والاحمر تصحيح او هبوط. القيمه اللي هنا يوم 23 اكتوبر معناها تصحيح لان القيمه قليله في النزول، انما لو كان نزل نزله جامده يعني مثلا حوالي 100 جنيه او حاجه او 150 جنيه، ده نسميه هبوط ومعناه ان الاتجاه بتاع الذهب في اتجاه الهبوط، لكن ده بنسميه اتجاه التصحيح. طيب المتوسط بتوع الخمس ايام بيقولوا ان الذهب في اتجاه الصعود، يعني لو كنت شاري الذهب بسعر قليل وعايز تكسب فلوس ممكن تبيع دلوقتي. طيب لو عايز تكسب اكتر، الاتجاه رايح لاتجاه الصعود، يعني تستنى على الذهب شويه ما تبيعش دلوقتي. طيب الناس اللي ما اشترتش وكانت محتارة، الذهب قدامك بيقول ان هو في اتجاه الصعود، ممكن تشتري دلوقتي وتصبر عليه شوية، هتجني ارباح في المدى القريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.